أنا أظن أول شيء لازم نسويه عشان تكون عندنا حواجب إنه نوقف نتف حواجبنا. طيب سيب حواجبك ترتاح، حتى لو شكلك بدأ شوية يعني مو كويس يكون، بس it's okay. نقدر كمان نفضي حقة المسكرة أو نشتري واحدة جديدة فاضية وتحطي تحطوا فيها زيت خروع وعادي تحطوه على حواجبكم قبل ما تناموا. فأيوه أنا صراحة أنصح بهذا الشيء لأنه أنا جربت زيت الخروع و it works.